سلامكم شباب، معكم بشاكر. يوم حبيت أقدم لكم فيديو سريع بلايستيشن برو، وفي راح نتكلم عن المواصفات أو الشغلات المهمة اللي شفناها عن جهاز بالميتنج. سوني صرحوا أخيرا رسميا عن PS4 برو وكان معروف بالكود نيم نيو. الخطوة هذه قدمت عليها سوني بعد ما باع جهاز PS4 40 مليون نسخة. تم تطوير الجهاز من نواحي كثيرة، والحين يملك بروسيسر أسرع وجرافيك أفضل ويدعم رزولوشن 4K. ومثل ما تشوفون الصورة على نص الشاشة تبين لك مواصفات الجهاز. CPU راح يعطي حرية أكبر مطورين إنهم يشتغلون على الفيزيكس وغيره من الشغلات المتعلقة بالأمور. الجهاز راح يكون في دعم خاصية الـ HDR، خاصية راح تحصلونها بجهاز PS4 العادي بعد أبديت بتنزل سوني بيستفيدون منه، وما تعتبر حصرية للبرو بس طبعا راح تشتغل أفضل عليه. الـ HDR الهاي دايناميك رينج والوصف السريع له إنه يعطيك اهتمام أكثر من ناحية الإضاءة والألوان. مثل الشغلات المنورة راح تشوفونها غير منورة بصورة كبيرة مع الـ HDR، وهم ينطبق العكس على الشغلات الغامجة لأنك راح تشوفونها صج غامجة وبقوة، وهذا طبعا راح يعطي رسوم وألوان أحلى وأقوى، وهم يحسن تفاصيل باللعبة ويخليها أكثر واقعية. البرو راح يكون داعم للـ 4K، يعني الحين راح تقدر تلعب الألعاب على الـ 4K بجهازك PS4 برو. وطبعا تبي ريزولوشن 4K لازم تكون الشاشة اللي قاعد تستعملها تدعم الـ 4K عشان تلاحظ الفرق بين F80B والـ 4K. والبرو هو من نفسه راح يغير اعدادات الى تلفزيون 4K. وفي شغله حلوه من ناحيه الالعاب اللي راح تشتغل على F80B، وشغله يقصدها انك اذا شغلت الجهاز بلعبه على F80B راح يعطيك الجهاز حد الامكانيات اللي يقدر عليها اللعبه هذه من ناحيه نوع رسوم او فريمات اللعبه، يعني كانك تشغل لعبه بي سي بمواصفات هاي اند، واللعبه هذه شغلها بي سي بمواصفات عاديه. راح تشوف اللعبه شغاله افضل على جهاز مواصفات قويه، وتلاحظ نوع اللعبه وتحسنها بشكل كبير. بالميتنج سوني شغلون لنا كم لعبة على اعدادات 4K، ومنهم العاب مثل سبايدر مان ودوس اكس، والصراحة ما توقعت ان بنشوف العاب 4K شغلونها. مو بس فيديو تشوف 4K، وعلى كلام سوني ان حتى الالعاب اللي كانت شغالة قبل البيس 4 راح تكون شغالة بطريقة افضل على البرو، وحتى ان الابس مثل نتفليكس واليوتيوب راح تصدر منها اصدارات خاصة للبرو. حجم الهارد ديسك راح يكون 1 تيرا، وكنت افضل يكون حجمه اكبر لان الالعاب اغلبها احجامها كبيرة هالفترة، توصل اللعبة الى 70 جيجا. بس هم ما يندرى، واتوقع راح نشوف زرات ثانيه بمساحه اكبر. اول اطلاق الجهاز راح يكون في 10 نوفمبر، وراح يكون سعر الجهاز 400 دولار، ومن خطه سوني انه راح ينباع مع البيس 4 الحالي، ما راح يكون مثل بديل له. وحتى الالعاب القديمه راح تكون شغاله على الجهازين، بس طبعا راح تكون شغاله افضل على البيس برو. واكدت سوني راح نشوف العاب مثل باتل فيلد وفيفا 17 تدعم خاصيه 4K، وحتى تم اعلان ان توم رايدر راح تقدر تلعبها على 4K 30 فريم او 1080 60 فريم، وراح يكون خيار لك. ويتميز جهاز بأنه أنحف عن النسخة الأصلية. وبالأخير أتمنى يكون عجبكم الفيديو السريع للبيس برو وقدرت أفيدكم فيه، وأعطونا رأيكم من ناحية الأجهزة القادمة اللي راح تنزل مثل سكوربيو وبرو، وإذا كنت متحمس لهم أو لا. ولا تنسون لايك وكومنت ومتابعة القناة. يعطيكم العافية ومع السلامة.